بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في اللقاء الخامس بعنوان الاتصال غير الكلامي. الاتصال غير الكلامي اليوم أصبحت لغة عالمية، وأصبحت لغة مهمة جدا يحتاجها المتصل في عملية اتصاله مع الآخرين، وهي عملية يقوم بها العقل اللاواعي. فاليوم الاتصال الكلامي أصبح علم يدرس وله أهمية كبيرة في واقع الناس، واليوم أصبح كذلك لهذا الاتصال مراجع وكتب ومؤلفات كثيرة جدا، وأصبحت يعني كعلم يدرس في كثير من الجامعات. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، يتوقع منك عزيزي الدارس بعد سماعك لهذا اللقاء أن تعرف الاتصال غير الكلامي، وأن توضح العلاقة بين الاتصال الكلامي وغير الكلامي، وأن تعدد مهارات الاتصال غير الكلامي، وأن تتولد لديك القناعة بأهمية الاتصال غير الكلامي، وأن تفرق بين الاتصال الكلامي وغير الكلامي، وأن تمارس مهارات الاتصال غير الكلامي الصوتي، وأن تتعرف على عوامل نجاح الاتصال غير الكلامي. حقيقة انشغل الكثير من الباحثين في محاولة تفسير حركة الجسد عند الإنسان، وكما قلنا لكم سابقا أن هذه اللغة اليوم أصبحت علما يدرس كغيرها من اللغات. وبعد بحث وعناء ومتابعة لحركة الجسد توصل العلماء إلى أن هذه اللغة لها أهمية جدا، وهي لها معاني ولا تقل معانيها عن حركة الاتصال الكلامي. فالإنسان عندما يتكلم بكلمات هي كذلك تفهم عند أصحاب اللغة، لغة الجسد، الإشارات، ويعرفون لها معاني ودلالات. وأصبحت اليوم كل الدراسات بل أغلبها تجمع على أهمية هذه اللغة، فلأن لها قدرة في استقراء ما يختلج لدى الإنسان سواء من عواطف، من مشاعر، من انفعالات. يعرفون، تعرف أنت الآن من خلال تنظر للإنسان نفسه بدون أن يتكلم، فتعرف أن هذا الشخص حزين، أو أن هذا الشخص سعيد، أو أن هذا الشخص يعاني من شيء معين، وهكذا. فالاتصال غير الكلامي اليوم له نسبة أهمية كبيرة، ولذلك العلماء اليوم قالوا أن تعبيرات الجسم عندما الإنسان يتكلم ويتحدث أمام الآخرين، تعبيرات الجسم لها 55%. تخيلوا تعبيرات الجسم، حركة الذراعين، نظرات الأعين، وملامح الوجه بمختلف أنواعها لها 55%. نبرة الصوت أحياناً يحتاج مني أن أرفع، وأحياناً يحتاج مني أن أخفض، وأحياناً يحتاج مني أن أتحدث بصوت معتدل، وهكذا. فنبرة الصوت لها 38%، كذلك شوفوا الكلمات لها 7% فقط. فإنسان عندما يتحدث أمام الآخرين فيأتي يقرأ كلمات فقط، يقرأ كلمات بدون أن يتفاعل مع لغة الجسد، بدون أن يتفاعل مع حركة الذراعين، بدون أن يتفاعل مع النظرات، نظرات الأعين، وهكذا. فتكون نسبة التأثير بسيطة جدا. فتخيلوا الكلمات لها 7% فقط، لكن نبرة الصوت ولها أهمية جدا. ولذلك العلماء بيقولون أن الإنسان عندما يقوم يحاول أن ينسق في عملية الصوت رفعا وخفضا تدخل في لغة الجسد، وتعبيرات الجسم لها قلنا 55%. إذن نلاحظ ما هو الاتصال الغير كلامي؟ ما هو الاتصال الغير كلامي؟ الاتصال الغير كلامي هو التالي، هو كل المعاني التي يتم تبادله بدون كلمات. أنا أتحدث مع الآخرين بدون أن أتكلم. الاتصال الغير كلامي اليوم يختلف عن الاتصال الغير كلامي. الاتصال الغير كلامي يختلف عن الاتصال الغير كلامي. كذلك تلاحظون أن هنا كما في الجدول أمامكم تلاحظون التالي. هذا الاتصال الكلامي كما تلاحظون الآن في المؤشر عليه، وهذا الاتصال الغير كلامي. الاتصال الكلامي كلمات منطوقة، الاتصال غير الكلامي
الصوت، ضخامة الصوت، مستوى الصوت، نبرات الصوت، يعني أرفع أخفض وهكذا. الاتصال الكلامي كلمات، قلنا كلمات منطوقة. الاتصال الكلامي كذلك لغة مكتوبة، ممكن تكتب الاتصال ويسمى غير لفظي، يسمى غير لفظي لغة مكتوبة. الاتصال غير الكلامي كذلك هي الإيماءات، الحركات، تعبيرات الوجه، ظهور، الظهور العام، الظهور، الظهور العام. إذن كما تلاحظون الآن أمامكم تعريف الاتصال الكلامي كما عرفنا هو الاتصال بدون كلمات. أنا ممكن الآن أقول لشخص تفضل بدون أن أتكلم، تفضل. أقول لشخص لا اخرج، وهكذا. فاتصال مع الآخرين بدون كلمات. إذن فالاتصال الغير اللفظي يقصد به كذلك هو الإيماءات، الإشارات، الوضعيات، التعابير التي تصدر من الشخص سواء كان بإرادته أم غير إرادته. إذن هي إشارات يقوم بها الجسد بتوصيل معلومة، كذلك فكرة الشخص، فكرة لشخص آخر دون أن تحرك اللسان. أنا ممكن أقول بهذه الطريقة هكذا، أنا الآن أقول تمام، ممكن أقول بهذه الطريقة بدون أن أتكلم لا، ممكن أقول هكذا أحيي أنا الآن بدون أن أحرك اللسان. كما تلاحظون في الشاشة أمامكم الآن هذه كلها حركات لها معاني، كما تلاحظون في الصورة هذه كلها حركات لها معاني. فعناصر تعريف الاتصال الغير كلامي أنه يحمل كثير من المعاني الاتصالية، وأنتم تلاحظون الآن أمامكم في الشاشة كل الآن حركة اليد لها أنواع من الحركات، فكل شيء يعني مدلول له مدلول، كل حركة الآن كما تلاحظونها في الصورة لها مدلول يختلف عن المدلول الآخر. إذن الاتصال الغير كلامي هل هو محدد ضمن الحيوانات؟ لا، هو محدد ضمن المنظومة الإنسانية. الحيوان لا يفهم الاتصال الكلامي، لكن ممكن أن يتدرب في بعض الحركات أو بعض كما يقومون في السيركات العالمية مثلا بتدريب الحيوانات بطريقة معينة، ممكن هي لغة، لكن الاتصال الغير كلامي هو ضمن المنظومة الإنسانية. كذلك تلاحظون أن هناك علاقة بين الاتصال الكلامي والاتصال الغير كلامي. فالعلاقة التكرار والإعادة. أنا بإمكاني أن أقول لشخص اذهب الآن كلامي، لكن أقول له اذهب وأتحرك يدي، ففي هذه الحالة أنا كررت وأعدت. أنا ممكن في هذه الحالة تناقض العلاقة بين الاتصال الكلامي وغير الكلامي. أنا مثلا أقول مثلا على سبيل المثال أنا أحدث الناس ونحن لدينا جودة، وأقول هكذا ونحن لدينا جودة، إذن في تناقض. الاتصال الكلامي يقول لدينا جودة، والاتصال الغير كلامي يقول ليس لدينا جودة. فالاتصال لغة الجسد لا تكذب، لغة الجسد لا تكذب، ولذلك تتحدث لغة الجسد، تتحدث لغة الحقيقة، لأنها يحركها العقل الباطن وليس العقل الواعي. الإبدال، أنا بإمكاني أن أستبدل الاتصال الكلامي بغير الكلامي. إنسان يطرق الباب، قل له بدون أن أتكلم، أنا الآن استبدلت الاتصال الكلامي بغير الكلامي. الإكمال، أنا أقول لشخص ادخل، أتكلم وكذلك أكمل، أو على سبيل المثال أقول لشخص اخرج وأعمل عملية دهف له، وهكذا. التعزيز والتأكيد كذلك هي نفسها، وكذلك التنظيم. مثلا رجل المرور اليوم لو يقوم بعملية اتصال كلامي مع أصحاب السيارة، ربما يذهب إلى البيت وليست لديه حنجرة، لكنه يستخدم ماذا؟ يستخدم الإشارة، أوقف، امشي، وهكذا. التنظيم كذلك، السرعة، ممكن الشخص بعيد جدا عني ما أقدر أوصل له ربما الصوت، لكن ممكن أأشر له إشارة فيفهم ماذا أريد، وهي أصلا تكون مرتبطة بالمشاعر والأفكار. فالإنسان عندما يتحدث عن فكرة معينة، يتحدث عن أسلوب معين، يتحدث عن قصة معينة، فتحدث نوع من مزج المشاعر والأفكار. وكذلك العلاقة بين الاتصال الكلامي وغير الكلامي إزالة غموض اللهجات. بعض اللهجات تكون غير مفهومة، لكن لما يبدأ يتحدث بطريقة الاتصال الغير كلامي ولغة الجسد ويستخدم حركات الذراعين، وكما تلاحظون مثلا مع البكم الذين لا يتكلمون تستخدم لغة الإشارة معهم،
وهكذا. إذا الاتصال الغير كلامي اليوم أعزائي الطلاب وأعزائي الطالبات مهم جدا، ينبغي أن نتعلمه، ينبغي أن نفهمه، لأن له دور كثير جدا، وهو على حقيقة يعزز عملية الاتصال. فكثير من الرسائل أصلا في حياتنا اليومية هي رسائل غير لفظية، فأنا أحتاج أن أتعلم لغة الاتصال غير كلامي. الاتصال غير اللفظي يتفوق في التعبير عما تكنه النفس كذلك من مشاعر. الاتصال غير اللفظي هو الذي يكون الانطباعات الأولى عنا. تلاحظون هذه الصور الآن أمامكم، كل لها معنى. فمثلا كما تلاحظون في هذه الصورة لها معنى معين، فهو كأنه ينظر لشيء. هذا الآن مبتسم لكن ابتسامة خفيفة، هذا هو كأنه لديه تعجب أو شيء معين. فكل صورة الآن تلاحظون هذا الشخص واحد لكنه تتنوع ملامح الوجه بطريقة مختلفة، فهذا بحد ذاته يساعد في عملية فهم ماذا ما هو المراد، ما هو المراد. إذن الاتصال غير الكلامي اليوم كذلك يقلل أهمية الاتصال غير الكلامي، يقلل المعوقات، يختصر الموضوع بدل أن تتكلم كثيرا. الثبات، التأكيد، السرعة، كذلك التنظيم، وهذه كذلك الدقة والتعبير وعملية الصدق. ما هي يا ترى خصائص الاتصال غير كلامي؟ ما هي خصائص الاتصال غير الكلامي؟ هو أصبح اليوم كما قلنا عالمي الاستخدام. اليوم واحد في آخر العالم يتحدث، ربما لا تفهمه مثلا كثير من خاصة المتخصصين في عالم لغة الجسد لا يفهمون كلماته، لكن من خلال ما يدرسون حركات الذراعين وملامح الوجه يستطيعون أن يعرفوا ماذا يريد هذا الرجل وهذا السياسي أو الإعلامي. وهو يكتسب كذلك في مراحل مبكرة من النمو. أنا ممكن الطفل لا يفهم الكلمة التي أقولها، لكن ربما يفهم عندما أقول له اخرج أو أقول له ادخل. وأنتم تلاحظون عندما أنا أفعل هكذا بيدي لطفل صغير عمره سنة واحدة، أفعل بيدي هكذا فإذا به يقفز نحوي. إذن يكتسب في مراحل مبكرة وأكثر قوة وتأثير، وكذلك يمكن من خلاله التعبير عن أشكال يصعب وصفها بالكلمات، ويستخدم رموز وإشارات، ويعتمد هو غالبا الاتصال غير الكلامي يعتمد غالبا على حاسة البصر. أنا ما يمكن أتواصل كلاميا مع شخص لا يبصر، كيف سيفهم عندما أحرك يدي أو أحرك عيني نحوه؟ أو لا يستطيع أن يفهم، ما يستطيع أن يفهم الإنسان الذي لا يبصر. فإذا الاتصال غير الكلامي يعتمد اعتماد كلي على حاسة البصر، ينظر الإنسان. ما هو يا ترى الفرق بين الاتصال الكلامي وغير الكلامي؟ كما تلاحظون الآن هذا الاتصال الكلامي وهذا الاتصال غير الكلامي. الاتصال الكلامي تتحكم فيه قواعد اللغة، فلا بد تكون اللغة مفهومة، وأنا أتحدث مع شخص يعرف نفس اللغة أتكلم. لكن الاتصال غير الكلامي لا تتحكم فيه عوامل تتحكم فيه عوامل بيولوجية، مشاعر، أحاسيس، أفكار، غير ذلك. الاتصال الكلامي يقتصر فهمه على ثقافة واحدة، فمثلا أنا أتكلم اللغة العربية ولا أجد غيرها مثلا من اللغات، فأنا في هذه الحالة أتحدث مع شخص يفهم العربية، أتحدث مع شخص يفهم العربية. وكذلك الذي تكلم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو الألمانية وهكذا. لكن الاتصال غير اللفظي هو عالمي الفهم، عالمي الفهم. فممكن نفس الحركة التي أنا الآن أقوم بها وأتحدث، ممكن واحد يتحدث هو بلغة إنجليزية، أنا الآن أتحدث بلغة عربية وأقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم بهذه الطريقة. كذلك الذي يتكلم بلغة إنجليزية أو لغة فرنسية أو لغة، هو سيقول كذلك ويلكم ويتحدث بهذه الطريقة. إذن اللغة الجسد، لغة الجسد عالمية الفهم مهما اختلفت الثقافات. الاتصال الغير كلامي هو يحمل معاني محددة للكلمات، قصدي الاتصال الكلامي يحمل معاني محددة للكلمات. فكيف حالك؟ السلام عليكم، كيف أنت؟ نريد أن نذهب سويا، معاني محددة. لكن الاتصال الغير كلامي يحمل معاني متعددة. صح أن الحركة متوحدة، لكن ممكن إنسان يجيد هذه العملية، عملية الاتصال واستخدام اليدين واستخدام الحركة واستخدام أساليب نبرات الصوت، وفي شخص آخر لا.
وفي نفس الوقت قد يختلف من شخص لآخر في هذه عملية الفهم وعملية التطبيق الاتصال الكلامي يتعلم في مراحل متأخرة. نجد أن كثير من الأطفال ربما لا يبدأ يتكلم ويفهم اللغة بشكل واضح ويبدأ يتحدث بطلاقة إلا بعد سن ربما 7 سنوات 5 سنوات 5 سنوات، وبعضهم يتأخر، لكن هو من 3 سنوات إلى 4 سنوات وهكذا يبدأ يفهم، الطفل كيف يتكلم ويتحدث باللغة. لكن الاتصال الغير كلامي ممكن في مراحل مبكرة نتعلمه. قلنا الطفل في سنة في السنة الأولى ممكن أنت تؤشر بهذه الطريقة، فإذا به يندفع نحوك، تقول له بهذه الطريقة اصمت وبدون أن تتكلم بهذه الطريقة، فإذا بالطفل يصمت. إذن يتعلم في مراحل مبكرة من النمو. الاتصال اللفظي هو أو الكلامي يتعلم عن طريق التنشئة. تلاحظون أنتم مثلا على سبيل المثال، إذا هناك طفل ليس أمامه أطفال في البيت، هو بمفرده وربما أبوه وأمه مشغولين كثيرا، تلاحظون أن عملية النطق لديه تتأخر كثيرا، بعكس إذا هناك طفل وهناك ولديه أطفال كثيرين محيطين به، نلاحظ أن النطق لدى هذا الطفل سريعا ينمو لديه، ينمو النطق لديه سريعا. فهو أصلا الاتصال الغير كلامي ينمو عن طريق التنشئة والتعليم ويتعلم. أما الاتصال الغير كلامي يتعلم بطريقة فطرية، لأنه كما قلنا الذي يتحكم بعملية الاتصال الغير كلامي هي لغة الجسد. لغة الجسد اليوم تتحكم بكثير من عواطفنا وانفعالاتنا ومشاعرنا، لأنه لها نسبة كبيرة جدا. تخيلوا مثلا على سبيل المثال، لو كنت أنا مثلا العقل الواعي، هو الذي يتحكم بكل شيء، كيف ستأكل؟ كيف ستبلع؟ هل ستقول مثلا توجه الأمر، تقول يا أسنان اقضمي، يا بلعوم ابلع؟ صعبة. من اللي يقوم بهذه الحركة ويقوم بهذه كلها داخل الجسم؟ هو العقل اللاواعي، فلذلك يتحكم بكثير. على سبيل المثال أطرح عليكم مثلا، أنت الآن تنظر هكذا، جاء شخص وفعل هكذا، أنت مباشرة لا إراديا تغمض عينيك. من الذي أمر العينين أن تغمض؟ إنه العقل اللاواعي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. إذن هو يتعلم بطريقة فطرية. نلاحظ أن الاتصال الغير كلامي هو يخاطب العواطف الإنسانية، قصدي الاتصال الكلامي الاتصال الكلامي يخاطب العواطف الإنسانية، مشاعر، أحاسيس. أنت عندما لديك أمامك فرح، فإذا بك تعبر عن فرح، عن هذا الفرح. أمامك حزن، فأنت تبدأ تعبر عن هذا الحزن فبكلمات، بكلمات معينة. لكن بالنسبة للاتصال الغير كلامي هو مليء ومفعم بالعواطف، مليء، أنا أخاطب الآخر لكن بطريقة معينة، بنظرة معينة، بربطة معينة أنت تربط على الكتف، هذه تجعل هناك عاطفة بدون أن تتكلم. فالاتصال الغير الكلامي عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، مهم جدا. نحتاج أن نتعلم عملية الاتصال وبطريقة مؤثرة، وخاصة الاتصال غير كلامي. استخدم نبرات الصوت، استخدم حركات اليد، استخدم تعبيرات الحواجب، استخدمها، كلها لها معاني ولها مدلولات. كذلك نلاحظ أن الاتصال الكلامي قد يخطئ في التعبير عن الأفكار. يعني ربما أنا أخطئ في التعبير عن الأفكار، مثلا على سبيل المثال أقول ادخل وأعمل بهذه الطريقة، إذن الآن حصل نوع من التناقض، فقد يحصل نوع من الخطأ بالنسبة في التعبير عن الأفكار، أو نوع من الكذب بالنسبة للاتصال الكلامي. أما الاتصال الغير كلامي هو أصدق في التعبير عن المشاعر والأفكار، فلا يمكن أن تخفي حزنك. الحزن إذا أنت أصابك نوع من الحزن، أو أنت أصابك نوع من الحزن عزيزتي الطالبة وكذلك عزيزتي الطالب، إذا أصابك نوع من الحزن لا تستطيع أن تخفي الحزن، الحزن يظهر على ملامح الوجه. كذلك إذا كنت أنت سعيد أو كنت أنت سعيدة،
فنلاحظ أن هذه المشاعر تظهر أمام الآخرين، فيفهم الآخرين أنك سعيدا، ويفهم كذلك الآخرين أنك إذا كنت حزينا أنت حزينا. كذلك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، نلاحظ أن الاتصال الكلامي يعتمد على من؟ على حاسة السمع والنطق باللسان، فأنا أتكلم وهناك شخص آخر يسمع. أما الاتصال الغير كلامي فهو يعتمد على حاسة البصر، وحاسة اللمس. الاتصال غير كلامي. إذن بهذه الطريقة الآن معكم نكون قد فرقنا بين الاتصال الكلامي والاتصال غير الكلامي، وهذا مهم جدا. فالاتصال عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، الاتصال غير الكلامي اليوم ثقافة مهمة جدا، ويحتاج أن يتعلمها الطالب ويستخدمها في التعبير عن أفكاره، التعبير عن مشاعره، التعبير عن أحاسيسه، نعرف الآن ما هي مهارات الاتصال غير الكلامي الصوتي. الصوت قلنا اليوم له نسبة كبيرة جدا في عالم التأثير. فالاتصال الصوت هو في حد ذاته كما قلنا يعتبر مهارة من مهارات الاتصال غير الكلامي. تمارس هذه المهارة من خلال ماذا؟ من خلال عملية التنوع الصوتي. أنا أرفع الصوت الآن وأقوم بخفض الصوت، كذلك أنا الآن أقوم وأتكلم سريعا، أقول بسرعة أتكلم، وممكن أن أقول ببطء أتحدث. إذن الصوت اليوم له دور كبير جدا في عملية التأثير. فمثلا على سبيل المثال، ربما هناك من المحاضرين مثلا الذي لم ننساهم وهم قد ماتوا، على سبيل المثال ربما منكم من عرفه، عبد الحميد كشك. عندما أنا فرغت محاضرته إلى كتابة وأقرأها، فإذا بي أجدها كلام عادي جدا، لكن تعرفوا ربما منكم من سمع عبد الحميد كشك رحمه الله وهو يخاطب الناس بعملية الصوت، يرفع الصوت أحيانا وأحيانا يخفضه وأحيانا يضغط على الكلمات، نجد بصوته فعلا يثير حماس الآخرين ويستجلب مشاعر وأحاسيس ويجعل الناس فعلا يتفاعلون معه. فعلا من أعظم من سمعت فعلا في مسألة الصوت هذا العالم الذي كان فعلا رباني، وكنت أسمع له وأنا صغير. فالتنوع الصوتي مهم جدا، تعلم كيف تستخدم نبرات الصوت. تعلموا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، تعلموا كيف تستخدمون نبرات أصواتكم في عملية تحدثكم مع الآخرين. كذلك الأصوات غير اللغوية، مثلا على سبيل المثال من أمثلتها الأصوات التي تستخدم مثلا لزجر الحيوانات، معروف كيف تستخدم مثلا مع الحيوانات. مثلا عندما تدعي القط تريد منه شيء، في هناك أسلوب. عندما تدعي الكلب، عندما أنت مثلا تؤشر لحيوان تريد أن تعطي شيئا، وهكذا. فالأصوات كذلك التي تعبر عن الألم، مثل أنت لا تتكلم بكلمة، لكن عندما يصابك ألم معين هذيدا صوت عندما تتنهد، وهكذا. أصوات الطبول، عندما نسمع أصوات الطبول هي نعرف مباشرة أن هناك فرح، أو أن هناك نوع من أنواع الفرح، عرس أو غير ذلك. أصوات البوق، الصفارات، الأجراس التي تستخدم، وهكذا. هذه كلها اتصالات غير صوتية، لا قصدي اتصالات غير كلامية، ولكن بلغة الصوت نستطيع من خلالها، هي ليست كلمات ولكنها صوت معين، فأنا أعرف من خلاله أنهم يريدون شيء أو كذا وهكذا. فمثلا صفارات الإنذار، هي لا تقول أن هناك حريق أو أن هناك كذا، لكن هي عملية صوت تصدر هذه الصفارات، فيفهم الناس أن هناك خطر معين قادم فيقومون بالابتعاد عن هذا الخطر. إذن باختصار أخيرا، ما هي عوامل نجاح الاتصال غير الكلامي؟ ركزوا معي عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، هذه من أهم العوامل التي نحتاج أن نطبق عملية الاتصال غير الكلامي. الفم، تعلموا الابتسامة. الفم من خلال الابتسامة، الفم من خلال التنوع الصوتي. وهناك اليوم دورات تقام في عملية الصوت،
كيف تستطيع أن تؤثر بصوتك؟ كيف تستطيع أن تخرج الحروف من مخارجها بطريقة صحيحة؟ فالفم مهم جدا. إذن ابتسم، علم نفسك أن تبتسم. أحيانا الإنسان تعود على عدم الابتسامة، دائما يراه الناس وهو هكذا، لكن ابتسم. الابتسامة لها مدلول سحري وهي تؤثر على الآخرين. الأعين، وهذه إن شاء الله في اللقاء القادم سنتحدث بشكل تفصيلي ماذا تعني حركة الأعين، يمينا شمالا، فوق يمين فوق شمال تحت وهكذا. بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم سنتحدث بالتفصيل عن مدلولات الحركة. الأذرع، إشارات الحميمية وغير ذلك. كذلك الأذن، لأن تنصت، اتصال غير كلامي، عندما تنصت للآخرين ويراك المتحدث وأنت تنصت له. كذلك العقل من خلال الاهتمام لما يقوله المرسل، والجسم من خلال التلقائية في التعامل من دون تكلف. هذه هي أهم العوامل بالنسبة لنجاح الاتصال غير الكلامي، أن تستخدم الفم، تستخدم الأعين والحركة، تستخدم الأذرع حيث تتحرك بطريقة صحيحة وبطريقة تكون معبرة، الأذن من خلال الإنصات، العقل من خلال الاهتمام لما يقوله المرسل، الجسم من خلال التلقائية في التعامل بدون تكلف. أخيرا ملخص اللقاء، تحدثنا عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في هذا اللقاء عن الاتصال الغير كلامي، حيث بدأنا بمقدمة ثم التعريف ثم ما هي العلاقة بين الاتصال الكلامي وغير الكلامي، وما هو الفرق بين الاتصال الكلامي وغير الكلامي، وما هي فوائد الاتصال الغير كلامي ومهارات الاتصال الغير كلامي الصوتي، وكان ختام اللقاء عوامل نجاح الاتصال الغير كلامي. فهذا كله يعزز لدى الطالب أهمية استخدام لغة الجسد من أجل تعامله مع الآخرين بطريقة مؤثرة ومفيدة. تكاليف، ارجع إلى مرفقات اللقاء، التكليف الخامس باسم تكليف اللقاء الخامس. سعيد تواصلي معكم، شكرا لحسن استماعكم، ونتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.